بس فكانت اول ما عرفت النادي الاهلي عايزني ما فكرتش فيه اصلا، يعني مع اني كنت مكمل، وكان اي حد يتمنى ان هو لسه بيطلع اوروبا ويلا كان على ممكن اوروبا. تروح بقى اي يعني حتى تكمل مع ليرسا وجالك بنت وجالك بالظبط جالي حاجات كتير ساعتها. فقلت لا انا ارجع النادي الاهلي، ماليش دعوه انا عايز ارجع النادي الاهلي. والناس تقول لي طب اقعد، طب لو مش مبسوط في النادي عندنا هنطلعك اعاره تطلع في اي حته في اوروبا برضو. لا انا عايز ارجع النادي الاهلي، انا بيتي والنادي الاهلي عايزني، انا هرجع حتى لو ايه اللي حصل انا موجود في النادي الاهلي. وقد كان رجعت بقى ساعتها زي موجود في ريبورت كده، وبدات بقى السنه دي. كان مستر جريدو ساعتها كان هو اللي ماسك السنه دي، خدنا سوبر وخدنا كونفدراليه، كانت السيزون ده. بس ده جون بتاع عماد متعب في اخر ثانيه بالظبط كده، هو ده الماتش ده، ده اليوم ده كان طبعا تاريخي يعني. كان طبعا هتحكي لنا عليه، انا هخش في تفاصيل لان الايام دي يعني متعوضش في الذاكره يعني بالظبط.